جح مهرجان الكوميديا باش يكون حدث مهم ومناسبة لمبارشة كوميديين كبار من تونس ومن الخارج، هذاك علاش كما كل عام باش يطل علينا المهرجان في دورته السابعة برشا عروض كبيرة تقتل بالضحك، الشيء اللي أكدهولنا سي أنيس منتصر مؤسس المهرجان. ومع برشا ضحك باش يكون لنا لقاء مع أكبر نجوم الكوميديا من العالم، لكن الشيء اللي يميز الدورة هذه إنه باش تسجل حضور كبير للأعمال التونسية الكوميدية كما زنقة نسيم محمد الداهش اللي كان هذا رأيه في المهرجان. إلى جانب أعمال كوميدية جديدة كما مسرحية زمجري لمحمد علي النهدي وكروسال سماح التشراوي. برشا ضحك يستنى في الجمهور، هذا ما أكدوه المشاركين والمنظمين للتظاهرة هذه اللي عملوا فيها على حضور جماهيري يليق بالتظاهرة وبحضور نجوم كوميديا كبار من تونس ومن الخارج.